السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نكملوا فيه مع بعضياتنا طريقة عمل الجوزة المغلفة بالراندا. فبالنسبة للسيدات اللي ما شافوش الأجزاء السابقة غادي نتلقاو الروابط كاملين أسفل هذا الفيديو هذا في صندوق الوصف. والآن غادي نكملوا مع بعضياتنا العمل فين حبسنا عند الجزء اللي قبل من هذا. الان كيف ما كتلاحظوا معايا خدمت 4 ديال الغرز وهذه الغرزه الخامسه ونزيد نكمل الغرزه السادسه. والان غادي نحاول لاحظوا معايا مزيان هنا عندي 1 2 3 4 5 6 ودابا غادي نتجاوز هاد الغرزه هذه السابعه وغادي نخدم فوق الغرزه الثامنه. فغادي ندير هاد الفراغ هذا وبطبيعة الحال غادي نعمر جوج ديال الغرزات فوق من هاد الفراغ السابق. الغرزة الاولى والغرزة الثانية وكالعادة من مورا هاد جوج ديال الغرزات مباشرة كنتجاوز هاد الغرزة هادي وكنخدم في اللي من موراها باش تعطيني هاد الفراغ هذا. فلاحظوا معايا مزيان من بعد ما تكونوا عندي هاد جوج ديال الفراغات لان احنا دابا يلاه بدينا الجوزه ويلاه وصلنا للجوج ديال الفراغات مازال نستمروا حتى نكملوا 5. المهم دابا درت الغرزه الاولى والغرزه الثانيه والغرزه الثالثه. المهم انا هنا سرعت شويه الفيديو باش لان هذا هو اخر جزء في هاد النصف طوق، مازال عندي غير الاجزاء ديال فتحه العنق حتى هما غادي نخدمهم معاكم وفقط نكونوا سالينا هاد الشكل هذا. المهم دابا درنا كذلك نفس العدد اللي فوق يكون لتحت 6 ديال الغرازي وغادي نبدل الخيط. لاحظوا معايا مزيان الشكل ديالها من بعيد كيفاش كيكون. ممكن اعتذر على هاد اللون هذا واخا هكاك ما جاش واضح مزيان، هاد اللون هذا ما جانيش مناسب ولكن نحاولوا ان احنا نكملوا الخدمه. كنتمنى ان التصوير يكون واضح واللي عندها اي تساؤل تخليه في التعاليق. ودابا نرجعوا نعمروا من بعد ما بدلنا الخيط، الغرزه الاولى والغرزه الثانيه ثم ثالث غرزه رابع غرزه والخامسه والسادسه. والان غادي نمشي نخدم فوق من هاد الفراغ جوج ديال الغرازي، يعني دابا هادي السابعه واللي من موراها ثامن غرزه. من بعد ما خدمنا هاد 8 ديال الغرازي غادي نغلف نعوضوا هاد جوج غرزات بجوج ديال التغليفات. ويمكن نظن ان الخدمه اصبحت واضحه، غير بغيت نزيد هاد الجزء هذا باش نتاكد باللي كل شيء غادي مزيان. المهم دابا درنا جوج ديال التغليفات وغادي نتجاوزهم ونمشيو لهاد الفراغ. لاحظوا معايا مزيان نخدمو كالعاده جوج ديال الغرزات، هذه الاولى واللي من موراها في نفس الفراغ الغرزه الثانيه. ودابا نطلعوا هذيك الطلعه ثالث غرزه ورابع غرزه خامس غرزه ثم السادس غرزه ونزيد نكمل سابع غرزه واخيرا ثامن غرزه اللي هي الاخيره. ودابا نضرب في التوب ونعاود نرجع نعمر كالعاده، نعاود ونزيدو نكملوا هذه الخدمه ونكبروها اكثر. المهم هذه الغرزه الاولى وهذه الثانيه ونزيد نكمل الغرزه الثالثه والرابعه ثم غادي نتجاوز الغرزه الخامسه ونخدم في الغرزه السادسه. الان ولا عندي هذا الفراغ هذا ونخدم فوق من هذا الفراغ جوج ديال الغرزات.
لاحظوا معايا مزيان، جوج ديال الغرزات ونمشي ندير فراغ، فكنتجاوز هذيك التغليفه ونخدم في الغرزه اللي احداها. ودابا غادي نعمر جوج ديال الغرزات، هذه الاولى وهذه الثانيه. والان غادي نتجاوز الغرزه اللي من موراها مباشره، يعني غير كتخدمي هذوك جوج غرزات كتجاوزي اللي من موراها وكتخدمي في اللي حداها. فالان درت فراغ وغادي نرجع نعمر نفس العدد اللي عندي الفوق كيكون لتحت. هذه واحد وهذه اثنان ثلاثة وأربعة. والآن غادي نرجع نضرب هاد الضربة في التوب كالعادة ونرجعو نعاودو نعمرو هاد الفراغات. الآن يلا وصلنا لثلاثة ديال الفراغات، مازال خاصني نزيد الفراغ الرابع والفراغ الخامس باش تولي عندي الجوزة الثانية بحالها بحال الأولى. فالآن نتوما غادي تستمروا حتى توصلوا الفراغ الخامس ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غنكملوا هاد الفراغ الخامس. مهم انا كنت غادي نحبس عند هاد الحد هذا، ولكن قلت نزيد هاد الفراغ الخامس، ما ربما تكون شي وحده محتاجه ليه، فقلت علاش لا، دايزين دايزين دوزوه معانا، اللي احتاجتو راه تشوفوا، اللي ما احتاجتوش راه ما كاينلاش تشوف. المهم واحد اثنان ثلاثة أربعة، عندي أربعة ديال الفراغات. ودابا غادي نزيد الفراغ الخامس اللي كيكون مباشرة منه للتوب. كتجاوزي الغرزة الأولى وكتخدمي في الغرزة الثانية. ودابا ولا عندنا أول فراغ وغادي نخدم بطبيعة الحال جوج ديال الغرزات فوق من هاد الفراغ هذا. نجر الخيط، هذه الاولى، ونخدم في اللي حداها هذه الثانيه. والان غادي نتجاوز هاد التغليفه هذه ونخدم في الغرزه اللي حداها. ودابا نزيد جوج ديال الغرازي كالعاده، هنا نفس الخدمه كنبقاو غادي نديرها الغرزه الاولى والغرزه الثانيه، ثم كنتجاوزوا هذاك التغليفه ونخدموا في الغرزه اللي حداها ونرجع ندير الغرزه الاولى ثم الغرزه الثانيه فوق هذا الفراغ. والان تجاوز التغليفه ونخدم في الغرزه اللي حداها باش نديروا واحد الفراغ جديد. ممكن كيف ما كتشوفوا معايا هاد الدور هذا ولا هاد السطر هذا كامل بحال بحال، جوج ديال الغرزات فراغ، جوج ديال الغرزات فراغ، حتى كتوصلي للراس ديال التوب. الان كتجاوزي هاد الغرزه ما قبل الاخيره وكتخدمي في اخر غرزه باش كتعطينا خامس فراغ. دابا كملنا خمسه ديال الفراغات، يعني الجوزه ديالنا صافي كملات وصلت لحد الاقصى ديالها. والان غادي نبداو نجمعوا في الجوزه، فهذه الغرزه الاولى وهذه الغرزه الثانيه. والان غادي نغلف، لاحظوا معايا مزيان، التغليفه الاولى والتغليفه الثانيه. ما تنسوش انكم تقربوا هاد التغليفات من بعضياتهم باش يجي المنظر زوين. ودابا غادي نخدم فوق من هاد الفراغ الغرزه الاولى والغرزة الثانية. والآن غادي نغلف كالعادة، هذا ثاني فراغ غادي نغلفه بجوج ديال الغرازي ونمشي لهاد الفراغ، واحد اثنان. والآن غادي نغلف كالعادة جوج ديال التغليفات، هذه الأولى وهذه الثانية، ونمشي مرة أخرى إلى هاد الفراغ، واحد اثنان. والان نغلفوا هذا الفراغ، واحد اثنان. والان نخدموا اخر فراغ اللي هو الخامس، واحد اثنان. ودابا غادي نخدموا غرزه في التوب.
والان كيف ما كتلاحظوا معايا مزيان، دابا وصلنا كما قلت لكم 5 ديال الفراغات، هذا هو الفراغ الخامس. لاحظوا معايا الشكل ديال هذه الخدمه، كيجي صراحه رائع وسهله هذه الخدمه، واللي زوين فيها انها كتوفر عليك هذيك التماره ديال الزواق، تتالي الجوزه ديالك ولا الخدمه اللي انت كديري فيها وتبقاي كتزوقي، فهذه كتوفر عليك الزواق، كتطلع مزوقه من الاول والمنظر ديالها زوين. اللي بغات بطبيعة الحال دير البريد في الجناب ديالها غادي يكون أفضل، وغادي تعطي منظر أفضل. يعني أنا أفضل اللي غتخدمها في جلابة دير البريد في الجناب، في هادوك ما بين كل جوزة وجوزة دير أي شكل من أشكال ديال البريد، فأكيد غادي تجي غتطلع رائعة جدا. المهم دابا خدمنا جوج ديال الغرزات فوق من هاد الفراغ هذا، والان غادي نديرو هاد الفراغ ونخدم جوج ديال الغرزات. لاحظوا معايا مزيان، ودابا نتجاوز التغليفه ونخدم في الغرزه فراغ، والان نعمر. عندي واحد، نحاول ان نجر الخيط، واحد و اثنان، والان تجاوز التغليفه ونخدم فوق الغرزه مباشره. ودابا كالعاده نفس العدد اللي كيكون فوق كيكون تحت، يعني جوج ديال الغرازي في نهايه العمل. والان غادي نمشي وندير ضربه في الثوب ونعاودو نرجعو نعمرو هاد السطر هذا، فكتعمرو عادي جدا. لاحظوا معايا هذا هو الفراغ الخامس، هنا ما بقاش التغليف، هذاك الفراغ الخامس ما غاديش نغلفو لانني صافي دابا كنجمع في الجوزة ماشي كنفتح فيها، فغديري دائما غادي كيدوبلو لك الغرازي. يعني دابا في الدور اللي قبل من هذا كنا درنا جوج ديال الغرزات في البدايه وفي النهايه، دابا غنديروا 4 ديال الغرزات في البدايه وفي النهايه باش نقدروا نحصلوا على شكل جوزة. المهم انا ما غاديش نكمل معاكم حتى الاخر، كنظن ان العمل اصبح واضح. اي تساؤل خليه لي في التعليق، وشكرا للدعم ديالكم، وان شاء الله غادي نكمل معاكم نكمل معاكم سميتو الفتحة العنق، وعاد غادي نمشي نخدم معاكم هذيك الجلابه، واحد الجلابه كنت وريتها لكم شحال هذا، غادي نرجع نخدمها معاكم، غير محتاجه لشويه ديال الوقت بلا ما وجدت الفيديوهات. المهم شكرا لكم كاملين، وشكرا على المتابعه، وشكرا للدعم ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينين والتشجيعات ديالكم الزوينين، شكرا لكم كاملين ومشاهده ممتعه.